مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الحلقات الأسبوعية لرواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة بأن صديف رجل مميزا ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا، رحبوا معي بأستاذ سعد صاحب ومؤسس بيت الأندلس للتجارة العامة. بداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا عليكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ سعد. في البداية حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف جت لك فكرة تأسيس بيت الأندلس؟ احنا معكم سعيد زخنوف من المغرب. اوكي، جينا احنا دولة الامارات، انا والاهل الوالدة والاخوي، فاسسنا هذه المنشأة اللي هي بيت الاندلس للمواد المغربية. فاحنا بنشتغل في منتجات مغربية اللي هي تبع بلدنا، فلما جينا واشتغلنا شوي فشفنا فيها في شغل، في اقبال على هذا المنتجات، فبلشت هيك الفكرة. جميل. أستاذ سيد، حابين نعرف أكثر عن المنتجات اللي عم بتوفرها في بيت الأندلس. المنتجات الموجودة عندنا تقريبا كلها مغربية، اللي هي كلها زيتون، ما لأن تعرف المغرب ينتج زيتون كثير وهيك، والكسكس المغربي والبهارات المغربية والأباريق المغربية، كل شيء مغربي، اللي هي الطواجين كمان، كل يعني شيء. جميع المنتجات المغربية يتم استرادها من المغرب وتوفيرها في دولة الإمارات. نعم. جميل جدا. أستاذ سيد، حابين نعرف سر التميز، ما شاء الله قدرتوا فترة تفتحوا بدل الفرع فرعين وثلاثة، حابين نعرف سر التميز والنجاح. والله سر التميز هو المصداقية أول شيء، أكيد. وكل شيء تيسير من الله سبحانه وتعالى. صحيح. فنحن بنجيب بس المنتجات المغربية مختصين فيها وشغالين فيها، وهذا تميزنا، بنجيب الكواليتي الكويسة يعني. أكيد. عشان كده الحمد لله فنمسك ماسكين فنادق وماسكين شغلات كثيرة يعني. أكيد. بنتمنى لكم التوفيق والنجاح كرجل أعمال ناجح. حابين نعرف النظرة المستقبلية لإلك بعد 3 سنوات من الآن. والله إحنا لما بلشنا هذه الشغلة عملنا حتى مصنع حلويات. جميل. ما شاء الله. مصنع حلويات مغربية، اختصاص مغربي كمان، فمسكين كمان في القرية العالمية، ما شاء الله، اللي هو نفس الايتمز هذا، نفس الشيء المغربي، وعاملين كافيتيريا مغربية كمان هناك. جميل. فيها المأكولات المغربية، كل شيء اختصاص مغربي، ما شاء الله. فهذا هو اللي عندنا بالنسبة للوقت الحالي. جميل جدا. وبنفكر ايش ان شاء الله مستقبليا دخلنا على سوبر ماركتات مثلا مثل نيستو، وبنفكر ندخل على اللي هو كارفور وهيك شغلة بإذن الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله، وانكم تكبروا اكثر واكثر بإذن الله في المستقبل. استاذ سعيد، احنا عايشين في برد الامن والامان دولة الامارات العربية المتحدة. شيوخ دولة الامارات ما قصروا، دعمونا ودعموا المستثمرين، وفرونا البيئة الخصبة. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ الدولة. ايه والله احنا بنشكر شيوخ الدولة، وخصوصا الامن اللي عندنا في البلد هون مرتاحين فيه كتير صراحة، وجبنا فلوسنا معنا ولقينا انه ايش شغلنا فلوسنا اكثر من اللي جات من الاول. اكيد. صحيح. اشتغلت كتير كتير الحمد لله، وصار ضعف واضعاف الحمد لله، وهذا كله بيرجع للشيوخ والامن اللي موجود بالبلد. اكيد. الحمد لله. شكرا استاذ سعد لرسالتك، واكيد الله يديم نعمه الامن والامان في دوله الامارات ويطول في اعمار شيوخ الدوله. قبل ما اختم البرنامج، حاب اعرف الموقع الجغرافي لبيت الاندلس للتجاره العامه. ايه، بيت الاندلس موجوده اللي هي في الواتر فرونت ماركت، اللي هي عندنا محلين تبع البهارات وتبع الاواني المغربيه، وفي عندنا محل ثاني اللي هو تبع المخبز المغربي، خبز وحلويات وكل شيء، موجود في ابو هيل خلف المسجد الكبير اللي في أبو هيل. مشاهدي الكرام، أرقام التواصل والموقع الجغرافي أسفل الشاشة. أستاذ سعيد، شكرا كثير لاستضافتك لنا، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح. الله يبارك فيكم ويسعدكم. مشاهدي الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.